المحاسبة الإدارية المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني. هندرس حاجة اسمها في الفصل الثامن الاتجاهات الحديثة في المحاسبة الإدارية. الاتجاهات الحديثة في المحاسبة الإدارية هي مجموعة من الأساليب اللي احنا بندرسها بأسلوب حديث عشان نقدر نحقق أهداف المنشأة. من ضمن الأساليب دي أسلوب يطلق عليه أسلوب التكاليف المستهدفة، وفي أسلوب تاني اسمه أسلوب إدارة القيمة، وفي أسلوب تالت اسمه إدارة التكلفة. إحنا هنحاول نركز على أسلوبين، أولا التكاليف المستهدفة وثانيا إدارة القيمة. خلينا نبدأ بأولا أسلوب التكاليف المستهدفة. يعني إيه أسلوب التكاليف المستهدفة؟ أو التعريف بتاع أسلوب التكاليف المستهدفة ده أسلوب من أحد أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة، بيهدف إلى خفض التكاليف وتعظيم القيمة عن طريق اعتماده على تسعير المنتجات بما تتناسب مع أسعار المنافسين اللي في السوق. بمعنى لو المنافس عندي في السوق بيبيع المنتج بسعر أقل من المنتج بتاعي في الشركة بتاعتي، فأنا عاوز أعمل عملية تخفيض لسعر البيع اللي موجود عندي عشان يتناسب مع سعر المنافس. طالما جودة المنتجات واحدة في الشركات كلها، يبقى أنا بحاول إن سعري يتناسب مع سعر المنافس عشان أقدر أحافظ على الاستمرارية والبقاء والنمو في بيئة الأعمال. طب وأنا عشان أخفض سعر البيع بتاعي لسعر يتناسب مع سعر المنافسين في السوق، يبقى أنا لازم أحقق تكلفة معينة، تكلفة محددة، هي يطلق عليها التكاليف المستهدفة. طب تطبيق الأسلوب بتاع التكاليف المستهدفة هيحقق لي مزايا زي إيه؟ نمرة واحد، هيحقق لي ميزة الموقف التنافسي للمنشأة، إن أنا هيبقى لي ميزة تنافسية، إن أنا أقدر أنافس الشركات الأخرى في نفس المجال، هقدر أقدم المنتج في الوقت المناسب للعميل، أقدر أعمل تحسين لجودة المنتج. طيب دراسة عملية التكاليف المستهدفة ده هي يفضل إنها تعد في المرحلة المبدئية من تخطيط الإنتاج. يعني قبل ما أبدأ تخطيطي للمنتج لازم أعمل من الأول عملية دراسة للتكلفة اللي تستهدف المنشأة الوصول إليها. طيب لو اتكلمنا على النظرة الاستراتيجية للتكاليف المستهدفة، بندرس فيها 3 أجزاء. نمرة واحد دراسة السوق، نمرة 2 دراسة المنافس، نمرة 3 عملية التوازن بين العملاء واحتياجاتهم والربحية اللي عاوزاها المنشأة. يعني النظرة الاستراتيجية للتكاليف المستهدفة تتكون من نمرة 1 دراسة السوق واهتمامات العملاء اللي هو المستهلكين، وايه هي المواصفات والخصائص اللي عاوزها في المنتج او الخدمة اللي احنا بنقدمها. نمرة 2 من الدراسات اللي هي تختص بالتكاليف المستهدفة، ان انا اعمل دراسة للمنافس وأداءه شكله ايه، ايه حجم المبيعات المتوقعة، ايه سعر البيع اللي هو بيبيع بيه في السوق عشان انا ما تخطاش السعر ده واقدر احافظ على بقائي ونموي في سوق الاعمال. نمرة 3 من النظرة الاستراتيجية، ان انا اعمل عملية توازن بين الرغبات اللي عاوزها العميل او المستهلك في المنتج اللي بتحقق له رضا معين، والربحية اللي عاوزاها إدارة الشركة. يبقى لازم نعمل دراسة للتوازن بين احتياجات العملاء والربحية المطلوبة للمنشأة. طب عشان أطبق أسلوب التكاليف المستهدفة، عشان نبدأ مراحل التنفيذ، لازم في مراحل معينة تتكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى يطلق عليها مرحلة تحديد سعر البيع في السوق، اللي احنا اتفقنا مع بعض إن سعر بيع المنتج بتاعي لازم يتناسب مع سعر البيع بتاع المنافسين. وطبعا ده بوصل له ازاي؟ ان انا بعمل دراسات تحليلية للسوق، بعمل دراسات للمنافسين، بعمل دراسات لمواصفات المنتج لاحتياجات العميل عشان اقدر اوصل للسعر اللي يتناسب للمنتج بتاعي بما يتناسب مع اسعار المنافسين. بجمع معلومات عن احتياجات العملاء، بعمل تصميم مبدئي للمنتج، بقيس رضا للعميل، بشوف ايه التعديلات اللي ممكن نعملها في احد المنتجات. وكذلك بنعمل تحليل للمنتجات اللي موجودة في السوق وهي أسعار البيع للمنافس. دي المرحلة الأولى. لما ندخل على المرحلة الثانية هنلاقي إن المرحلة الثانية بتتكلم على مرحلة تحديد الأرباح المستهدفة. الأولى كنا عاوزين نحدد سعر البيع المستهدف، بعد ما حددنا سعر البيع عاوزين نعرف إحنا عاوزين كشركة نحقق أرباح قد إيه.
يتم تحديد الأرباح اللي بتسعى إليها المنشأة والتي تسعى المنشأة للوصول إليها من إنتاج وبيع المنتج في السوق عن طريق دراسة حاجة اسمها معدل العائد على المبيعات المتوقعة، والكلام ده هناخده بصورة عملية إن شاء الله. نمرة ثلاثة، المرحلة الثالثة نمرة ثلاثة، إن أنا أحدد التكاليف المستهدفة. يبقى المرحلة الثالثة دي هنوصل لها بعد نمرة واحد، ما أنا أوصل لسعر البيع اللي موجود للمنافسين في السوق، سعر البيع التنافسي. نمرة اتنين، لما وصلت للنسبة اللي أنا عاوز أحققها للأرباح اللي تخص الشركة بتاعتي. نمرة تلاتة، أبدأ أحدد التكلفة اللي إحنا نقدر نقول عليها دي التكلفة أو القيمة، التكلفة التي يجب على المنشأة عدم تخطيها عند الوصول لتكلفة المنتج، عشان تقدر تحافظ على نفس المركز التنافسي وتقدر تحافظ على نفس حصتها في السوق وتقدر تبقى مستمرة وليها بقاء في دنيا الأعمال. طيب، عشان نوصل للكلام ده بصورة عملية بتطبيق عملي، فناخد مثال تطبيقي كده. نشوف أحد المنشآت لو عندها مجموعة من الميلات المبسطة عاوزة توصل بيها كمحاسب إداري إنه يحسب التكاليف المستهدفة إزاي. مثال رقم واحد، توفرت البيانات الآتية في إحدى المنشآت: كان سعر البيع التنافسي والمستهدف 50 جنيه لكل وحدة، ومعدل العائد على المبيعات اللي بيسمى معدل الربح المستهدف كان نسبته 20%. طبعا 20% من ايه يا جماعة؟ من سعر البيع التنافسي. المطلوب ان انا احسب التكاليف المستهدفة للوحدة. يعني ملخص البيانات دهيت ان هي بتتكلم عن ان انت بعد ما عملت دراسة للمنافسين في السوق، اتضح لك ان سعر البيع اللي موجود في السوق اللي بيبيع بيه المنافسين في حدود 50 جنيه لكل وحدة. وبعد ما عملت دراسة داخلية عشان تعرف انت عاوز ارباح قد ايه، فاستقرينا على ان انت عاوز تحقق ربح مستهدف يعادل 20% من سعر البيع التنافسي. فانا لما اعرف البيانين دول ويطلب مني ان انا احسب التكلفة المستهدفة، هنحسبها عن طريق خطوتين. الخطوة الأولى، عاوز أعرف ما هي قيمة الأرباح المستهدفة اللي عاوزاها الشركة. قيمة الأرباح المستهدفة اللي هو العائد على المبيعات هنحسبه عن طريق إن أنا أضرب رقمين في بعض: سعر البيع التنافسي 50 جنيه لكل وحدة، لما أضربه في معدل العائد على المبيعات اللي هو 20%، والرقمين دول معطيين في المسألة. أما أضرب 50 جنيه في 20 على 100 يطلع الناتج 10 جنيه لكل وحدة، بمعنى إن الشركة عاوزة تبيع المنتج في السوق بنفس السعر اللي هو موجود للمنافسين ب50 جنيه، وعاوزة تحقق من عملية البيع ده هي 10 جنيه أرباح للوحدة الواحدة. يبقى بالتبعية لما أحب أحسب التكاليف المستهدفة اللي الشركة بتسعى إنها تحققها وما تتخطاش الرقم ده، التكلفة يعني الفلوس اللي بتدفعها الشركة، هو هيبقى حاصل طرح سعر البيع المستهدف ناقص الأرباح المستهدفة. يبقى الخطوة التانية في الحل، هحسب التكاليف المستهدفة إزاي؟ إن أنا أطرح سعر البيع المستهدف ناقص الأرباح المستهدفة، يعني ال50 جنيه اللي هو سعر البيع التنافسي اللي موجود في المسألة معطى ب50 جنيه، ناقص ال10 جنيه الأرباح المستهدفة اللي إحنا لسه حاسبينها حالا في الخطوة الأولى من الحل. يبقى 50 ناقص 10 يطلع 40 جنيه لكل وحدة، يطلق على المبلغ ده قيمة التكاليف المستهدفة. يبقى مبلغ التكلفة المستهدفة هو 40 جنيه، ده الشركة عاوزة تصل للمبلغ ده وما تتخطاهوش، ولما تضيف عليه ال10 جنيه الأرباح اللي هي بتحققها أو عاوزة تحققها كربح، فهتصل لنفس السعر اللي موجود للمنافس في السوق اللي هو سعر البيع 50 جنيه. يبقى التكاليف المستهدفة في المسألة ده هي عبارة عن 40 جنيه لكل واحد. طب الشركة بعد ما بتعرف قيمة التكلفة المستهدفة اللي هي عاوزة توصل لها، التكاليف اللي هي عاوزة تدفعها، عاوزة تدفع مبلغ لا يتعدى في الوحدة 40 جنيه. طب في بعض الأحيان بيحصل إن التكلفة الفعلية اللي بتحصل فعلا، طبعا المستهدف ده كان في الأول، بيحصل إن في بعض الأحيان التكلفة الفعلية قد تتخطى وتزيد عن الرقم ده. إيه اللي هيحصل لو شركة أصبحت فيها التكلفة الفعلية أعلى وأكبر من التكاليف اللي كانت مستهدفاها الشركة في بداية الإنتاج؟ ناخد مثال على ده ونشوف هل هيبقى فيه اختلاف بين التكلفة المستهدفة وبين التكلفة الفعلية ولا لأ، ولو فيه اختلاف هنحاول نعالج الاختلاف ده إزاي. هناخد المثال
هناخد المثال رقم 2، توفرت البيانات الآتية في إحدى المنشآت: سعر البيع التنافسي في السوق اللي هو السعر المستهدف كان 100 جنيه للوحدة الواحدة، يعني المنافس بيبيع بسعر 100 جنيه. معدل العائد على المبيعات اللي بيطلق عليه معدل الربح المستهدف 20%، يعني الشركة بتاعتنا عاوزة تحقق أرباح تعادل 20% من سعر البيع اللي هي هتبيع بيه في السوق. طيب الكلام ده طبعا للوحدة الواحدة. لما يجي يقول لي إن عدد الوحدات المباعة وصلت ل 2000 وحدة، وإن إجمالي التكاليف الحقيقية والفعلية تعادل 190,000 جنيه، يبقى ده رقم تكلفة فعلية. وهو طالب مني أحسب حاجة اسمها الفجوة التكاليفية. كلمة فجوة يعني عملية اختلاف بين رقمين، ونسبة تخفيض التكلفة إذا كانت طبعا التكلفة الفعلية أعلى من التكلفة المستهدفة. هنحسب الكلام ده إزاي؟ الخطوة الأولى، في أول حاجة زي المسألة اللي فاتت، هنحسب حاجة اسمها الأرباح المستهدفة أو ما تسمى العائد على المبيعات. اتفقنا إن العائد على المبيعات أو الأرباح المستهدفة هنحسبه إزاي؟ هنحسبه عن طريق إن أنا أضرب سعر البيع المستهدف في معدل العائد على المبيعات، والرقمين دول معطيين في المسألة. سعر البيع المستهدف كان 100 جنيه لكل وحدة، ومعدل العائد على المبيعات اللي هي معدل الأرباح اللي أنت عاوز توصل لها كانت 20%. لما نضرب المية جنيه في 20% يطلع الناتج يساوي 20 جنيه لكل وحدة. يبقى أنا لو هبيع المنتج في السوق بسعر 100 جنيه اللي هو سعر البيع، أنا كشركة عاوز أحقق أرباح تعادل 20 جنيه من بيعي للمنتج ده. يبقى الخطوة التانية في الحل، عاوزين نوصل للتكلفة المستهدفة. التكلفة اتفقنا هي الفلوس اللي بتدفعها الشركة. هنا بقى المستهدفة يعني اللي بتخطط إليها الشركة. التكلفة المستهدفة دي بتتحسب إزاي؟ زي ما حسبناها في المسألة الأولى، كان عبارة عن طرح الأرباح المستهدفة من سعر البيع المستهدف. سعر البيع المستهدف ده معطى في المسألة، كان ب 100 جنيه للوحدة الواحدة، والأرباح المستهدفة أنت لسه حاسبها حالا في الخطوة الأولى في الحل اللي هي ب 20 جنيه للوحدة الواحدة. يعني هطرح 100 ناقص 20 يطلع الناتج 80 جنيه لكل وحدة. يبقى الشركة بتسعى ان التكلفة المستهدفة بتاعتها التي يجب عليها انها لا تتخطاها تساوي 80 جنيه للوحدة الواحدة. الفلوس اللي هتدفعها الشركة في انتاج المنتج ده والتكلفة اللي هتدفعها يجب الا تتخطى 80 جنيه، عشان لما يضيف عليها 20 جنيه ارباح يصل لنفس السعر اللي موجود في السوق اللي هو سعر البيع 100 جنيه، زيه زي المنافسين، عشان ما يقدر ما يزودش السعر بتاع البيع، وبالتالي يقدر يحافظ على بقائه في سوق الاعمال، يفضل يبقى المنتج بتاعه بيتباع في السوق زيه زي المنافس. طب لو لاحظنا دلوقتي في الحل في الخطوة التانية ان احنا حسبنا التكلفة المستهدفة دي للوحدة الواحدة، يعني ال 80 جنيه ده هي طلعت 80 جنيه تكلفة مستهدفة للوحدة الواحدة. طب لما احب احسب بقى اجمالي التكاليف المستهدفة للوحدات كلها، لو رجعت البيانات المسألة هتلاقي ان عدد الوحدات المباعة اللي تم بيعها، عدد الوحدات الاجمالية كان 2000 وحدة، وانت بتقول في الحل دلوقتي ان التكلفة المستهدفة اللي انت وصلت لها في الوحدة الواحدة كان 80 جنيه للوحدة الواحدة. يبقى اقدر احسب اجمالي التكاليف المستهدفة عن طريق ضرب ال 80 جنيه للوحدة الواحدة، التكلفة المستهدفة للوحدة اللي احنا لسه حاسبينها في الخطوة اللي فاتت، هضربها في ال 2000 جنيه عدد الوحدات المباعة، ودي معطاة في بيانات المسألة. 80 في 2000 يطلع الناتج 160,000 جنيه. يطلق على ال 160,000 جنيه اجمالي التكاليف المستهدفة. طيب لو انت رجعت للبيانات المسألة هتلاقي اخر بيان في المسألة بيتكلم على حاجة اسمها اجمالي التكاليف الحقيقية والفعلية اللي هي ب 190,000 جنيه. ده بيان معطى في بيانات المسألة. طب لو عملنا مقارنة بين نوعين التكاليف دول، التكلفة الفعلية اللي هي معطى في المسألة ب 190,000، والتكلفة المستهدفة اللي هي انت عاوز توصل لها ب 160,000، الفرق بين الرقمين دول عمل اختلاف. الاختلاف ده بيطلق عليه فجوة التكاليف. يبقى الفجوة التكاليفية هو الفرق بين التكلفة الفعلية والتكلفة المستهدفة.
يعني لما أحب أحسب ما هو الاختلاف والفرق بين التكلفتين الفعلية اللي هي معطاة المسألة والتكلفة المستهدفة اللي أنت قدرت توصل لها، يطلق على الفرق بين الاتنين دول الفجوة التكاليفية. يبقى نقدر نحسبها ازاي يا شباب؟ 190 ألف ناقص 160 ألف يطلع الناتج ب 30 ألف جنيه. 190 ألف دي تكلفة فعلية معطاة في المسألة، 160 ألف دي التكلفة المستهدفة اللي انت لسه حاسبها في الحل في الخطوة الثالثة. يبقى انت في اختلاف في التكلفة يعادل 30 ألف جنيه، يطلق عليها فجوة التكاليف. نلاحظ من الحسبة دهيت ان التكلفة الفعلية اكبر من التكلفة اللي انت عاوز تستهدفها واللي انت بتخطط لها. يبقى معنى كده انت عاوز في الشركة بتاعتك تخفض التكاليف بتاعتك من 190 ألف جنيه لتصل بيها إلى 160 ألف جنيه. يعني انت عاوز تخفض التكلفة إلى 30 ألف جنيه، بدل ما ادفع 190 ألف ادفع بس 160 ألف. يبقى لو حبينا نحسب حاجة اسمها نسبة التخفيض بتاعت التكلفة، يعني اخفض التكلفة بنسبة قد ايه، هنقسم التكلفة او الفجوة، آسف، الفجوة التكاليفية اللي احنا وصلنا لها هنقسمها على التكلفة الفعلية المعطاة في المسألة. يبقى نسبة تخفيض التكاليف هتتحسب عن طريق قسمة الفجوة التكاليفية، الاختلاف في التكاليف اللي احنا لسه حاسبينه حالا في الخطوة رقم 4، نقسمها على التكاليف الفعلية الرقم المعطى في المسألة. يبقى الحسبة بتاعتنا عبارة عن 30 ألف جنيه الفجوة التكاليفية هقسمها على 190 ألف جنيه التكلفة الفعلية اللي معطاة في بيانات المسألة، واضرب الناتج في 100 عشان دي نسبة مئوية، يطلع الناتج 15.8%. يبقى معناها ان انا عاوز اخفض التكاليف في المنشأة بتاعتي بنسبة تقترب من 15.8% من التكلفة الفعلية بتاعتي، عشان اوصل من رقم التكلفة الفعلية انه يقل ويصل لرقم التكلفة المستهدفة، وبالتبعية اقدر احافظ على بقائي في دنيا الاعمال. اللي احنا كنا اتكلمنا فيه اللي فات ده كان يطلق عليه اسلوب اسمه التكاليف المستهدفة. احنا اتفقنا ان الاتجاهات الحديثة في المحاسبة الادارية بتتكلم عن اكتر من اسلوب، زي التكاليف المستهدفة اللي شرحناه في الجزء اللي فات، واسلوب تاني يطلق عليه منهج ادارة القيمة، وفي اساليب تانية كتير، بس احنا هنكتفي بالاسلوبين دول فقط، التكاليف المستهدفة ومنهج ادارة القيمة. يبقى هنتكلم دلوقتي ثانيا عن حاجة اسمها منهج إدارة القيمة. نعرف الأول يعني إيه منهج إدارة القيمة. ده منهج بيتكون من مجموعة من الأدوات، مجموعة من الأساليب الفرعية اللي أنا بستخدمها عشان توفر لي معلومات معينة، واضح من العنوان بتاعها إن أنا الهدف بتاعي إن أنا أعظم قيمة المنشأة، يعني أكبر من قيمة المنشأة. طب لما أنا هكبر من قيمة المنشأة، يعني أقصد بيها تعظيم قيمة أصحاب حقوق الملكية اللي هم حقوق المنافسين، أعظم من قيمة الإيراد اللي بيجيبه لي العميل، يعني أزود الإيراد اللي بيجي من العميل، أساعد في اتخاذ القرارات الإدارية اللي بتتخذها المنشأة. طب ده بيحقق لي مزايا؟ أكيد بيحقق مزايا، اللي هي بيحقق ميزة تنافسية، أقدر أنافس شركات كتيرة في السوق. بس الكلام ده عشان أقدر أوصل له لازم أعمل دراسات تحليلية لكثير من العمليات اللي بتقوم بها المنشأة، بهدف ان انا نمره واحد احقق رضا للعميل بتاعي، رضا للمستهلك، ان انا اقلل التكلفه بتاعتي، ان انا احافظ على الجوده والاداء زي ما هم، بل بالعكس يا ريت لو الجوده ترتفع اكتر. يبقى بالتبعيه ان انا عاوز اعمل تحقيق لاهداف المنشاه اللي هتساعدني ان انا افضل مستمر في سوق الاعمال. طيب من ضمن المنهج بتاع اداره القيمه ان المنهج ده بيقدم لي التحليلات المناسبة عشان اقدر، والاستراتيجيات المناسبة عشان اقدر اتخذ القرار. ان انا اتخذ القرار في احدى المنشآت فبيعتمد على مجموعة من النماذج، مجموعة من الاساليب، ادوات تحليلية، معناها ان ادوات تحليلية بتساعد المنشأة ان انا ازاي احسب قيمة المنشأة دهية، ازاي قيمتها لو قليلة ان انا عاوز اكبرها، ان انا عاوز اعمل تعظيم لقيمة المنشأة، ازاي ان انا احقق الاهداف الاستراتيجية اللي موضوعة من قبل ادارة المنشأة في بداية التخطيط للمنشأة،
ازاي ان انا اخفض التكاليف بتاعتي، ازاي ان انا اعمل تحسين للجودة ومعدلات النمو اللي موجودة في المنشأة. طيب، منهج إدارة القيمة بيعتمد منهج إدارة القيمة على مجموعة من التحليلات الفرعية، زي ان انا احسب قيمة المنشأة بس من خلال عدة عناصر. نمرة واحد، احسب قيمة العملاء، يعني العميل بيحقق لي ايرادات وارباح قد ايه. نمرة اتنين، احسب حاجة اسمها الاضافة للقيمة، القيمة المضافة الاقتصادية، يعني هل الارباح بتاعتي تبقى اكبر من الارباح اللي بيسعى اليها المستثمر. نمرة تلاتة، ان انا ممكن احسب حاجة اسمها قيمة حقوق المساهمين. وفي أنواع كثيرة من التحليلات الفرعية اللي بتقدر نستخدمها داخل منهج إدارة القيمة، لكن إحنا هنركز فيها على أسلوبين فقط، وهو تحليل قيمة العملاء وتحليل القيمة المضافة الاقتصادية. يبقى منهج إدارة القيمة بيعتمد على مجموعة من التحليلات الفرعية، إحنا هنركز فيها على نوعين من التحليلات الفرعية. نمرة واحد، تحليل قيمة العملاء، ونمرة اتنين، تحليل القيمة المضافة الاقتصادية. هنبدأ بالأسلوب الأول، وهو تحليل قيمة العملاء. يعني إيه المقصود بيها قيمة العملاء؟ بيعتمد قيمة العملاء على قياسنا لحاجة اسمها التدفقات النقدية المستقبلية، يعني العميل ده هيقدر يحقق لي إيرادات وأرباح قد إيه في المستقبل. طبعا ده الكلام ده بندرسه على العملاء، كلمة عملاء يعني المستهلكين، بندرسه على العملاء الحاليين والجدد. أنا عندي مجموعة من العملاء الحاليين ومجموعة من العملاء الجدد اللي لسه بينضموا للشركة في الفترة الحالية، فمجموعة العملاء الإجمالي بتاعهم دول بندرس هل بيجيبوا لي تدفقات نقدية في المستقبل قد إيه؟ إيه هي قيمة الإيرادات والأرباح المتوقع تحقيقها من العملاء دول؟ عشان ده أحد العناصر اللي بتقيس قيمة المنشأة. طب لما نحب ندرس الكلام ده في صورة أرقام عملية مبسطة، ناخد مسألة على الكلام ده. مثال رقم 3، توفرت البيانات الآتية في إحدى المنشآت: عدد العملاء الحاليين اللي بتتعامل معهم المنشأة 1000 عميل، يعني 1000 مستهلك. معدل الاحتفاظ بالعملاء بنسبة وفقا لدراسات السوق للشركة ده هي طلعت 75%. يعني ايه معدل الاحتفاظ بالعملاء؟ ده المعدل المتوقع انها تحافظ بيهم على العملاء الحاليين اللي موجودين في المنشأة. العملاء الحاليين عددهم 1000 عميل، انا هحتفظ بنسبة 75% من ال1000 عميل. طيب، بيان اضافي في المسألة: عدد العملاء المرتقبين، يعني يقصد بيه عدد العملاء الجدد المتوقع ان هم ينضموا للشركة بتاعتنا ويبدأوا يستهلكوا من المنتجات او الخدمات اللي بتقدمها الشركة، عدد العملاء دول 150 عميل. بيان نمرة 4 في المسألة بيقول: متوسط حجم الطلب لكل عميل يعادل 600 جنيه لكل عميل. يعني العميل الواحد اللي بيتعامل مع المنشأة في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها بيحقق لي إيراد يعادل 600 جنيه بالنسبة للشركة بتاعتنا. يبقى متوسط حجم الطلب، الإيرادات المتوقع إن العميل الواحد يقدر يحققها للشركة بتاعتنا تعادل 600 جنيه. طبعا أرقام تقديرية: قيمة التكاليف التقديرية، البيان نمرة 5، قيمة التكاليف التقديرية خلال الفترة، التكاليف يعني الفلوس اللي بتدفعها الشركة، متوقع إنها تدفع فلوس تعادل 400 ألف جنيه خلال الفترة اللي احنا بنشتغل عليها. المطلوب من الخمس بيانات اللي فاتوا ان احنا نحسب حاجة اسمها قيمة العميل عن الفترة السابقة والفترة المتوقعة، وبالتبعية نقدر نحسب احد تحليلات منهج إدارة القيمة. هنحسب قيمة العميل عن الفترة ازاي؟ طريقة الحل. الحل، الخطوة الأولى، عاوزين نعرف العملاء اللي موجودين في المسألة انت هتحافظ عليهم في الشركة بتاعتك بمعدل قد ايه. فالخطوة الأولى في الحل، عاوزين نحسب حاجة اسمها عدد العملاء المتوقع الاحتفاظ بهم. لو رجعت البيانات المسألة هتلاقي ان عدد العملاء الحاليين هو يعادل 1000 عميل، لكن الشركة متوقع انها تحتفظ بعدد عملاء بنسبة 75%. 75% من مين؟ من عدد العملاء الحاليين. يبقى انا لما اجي احسب عدد العملاء المتوقع الاحتفاظ بيهم هحسبهم عن طريق ان انا اضرب رقمين في بعض: رقم عدد العملاء الحاليين
في معدل الاحتفاظ بالعملاء، ودي دراسة بتتعمل عشان تقدر توصل للنسبة ده. عدد العملاء الحاليين معطى في المسألة بألف عميل، ومعدل الاحتفاظ بالعملاء معطى في المسألة بنسبة 75%، يعني 75 على 100. لما أضرب الرقمين دول في بعض يطلع إن العدد يساوي 750 عميل. يبقى العدد اللي متوقع إن أنا أحافظ عليهم ويفضلوا محافظين على اهتمامهم بالشركة بتاعتي هو 750 عميل. طيب لما يجي لي في المسألة ويقول لي إن عدد العملاء المتوقع الاحتفاظ بيهم انت حسبته ب 750، ويدي لي بيان في بيانات المسألة ويقول لي عدد العملاء الجدد او المرتقبين لو رجعت للبيان هتلاقي 150 عميل. طيب يبقى الاجمالي كله الجدد طبعا اللي هو هينضم جديد الى المنشأة، يبقى اجمالي عدد العملاء كلهم يساوي ايه؟ هو هجمع رقمين مع بعض، عدد العملاء المتوقع الاحتفاظ بهم اللي انت لسه حاسبه حالا اللي هو 750 عميل، زائد عدد العملاء المرتقبين او الجدد اللي هو معطى في بيانات المسألة كان ب 150 عميل. يعني لما اجمع ال 750 عدد العملاء المحتفظ بيهم زائد اللي انت لسه حاسبها في الخطوة الاولى زائد ال 150 عدد العملاء الجدد اللي معطى في بيانات المسألة، هيطلع ان اجمالي عدد العملاء 900 عميل. نكمل الحل. طب لما اجي اقول دلوقتي العميل الواحد وفقا للبيانات المعطاة للمدرسة ووفقا لدراسات السوق، قال ان العميل الواحد حجم الطلب بتاعه متوسط حجم الطلب بيحقق 600 جنيه للعميل الواحد، ده معطى في بيانات المسألة. يعني معناها ان العميل الواحد متوقع انه يحقق ايرادات بتعاد يحقق ايرادات للمنشأة، يعني هو بيشتري منتجات من المنشأة فالمنشأة بتحقق إيراد يعادل 600 جنيه من العميل الواحد. احنا لسه حاسبين حالا في الخطوة اللي فاتت إجمالي عدد العملاء كلهم على بعض كان طلعوا 900 عميل اللي هو المحتفظ بيهم زائد الجدد، طلعوا 900 عميل، واحنا بنقول إن الشركة هتحقق إيراد من كل عميل متوقع إنها تحقق إيراد يعادل 600 جنيه. يبقى متوسط قيمة الإيرادات المتوقعة هحسبها إزاي؟ هضرب إجمالي عدد العملاء اللي هو 900 عميل اللي إحنا لسه حاسبينهم في الخطوة اللي فاتت، هضربه في متوسط حجم الطلب لكل عميل، يعني متوسط الإيراد اللي ممكن تحققه المنشأة من كل عميل، وده كان معطى في المسألة ويعادل في المسألة 600 جنيه. يعني أنا هضرب كده 900 عميل اللي إحنا حسبناها في الحل في الخطوة اللي فاتت اللي هو عدد العملاء المحتفظ بيهم زائد الجدد 900 عميل، هضربها في ال 600 جنيه المعطى في المسألة اللي هو متوسط حجم الطلب لكل عميل، الإيراد اللي متوقع إن كل عميل يحققه للشركة دهيت، أضرب الرقمين دول في بعض يطلع الناتج 540 ألف جنيه، بيطلق عليه متوسط قيمة الإيرادات المتوقعة، هي دي الإيرادات اللي متوقع إن الشركة تحققها من العملاء اللي موجودين عندها اللي هم 900 عميل. طب لو رجعنا لبيانات المسألة ولاحظنا إن في بيان يطلق عليه التكاليف، خلي بالنا بقى إن التكاليف تختلف عن الإيرادات، الإيرادات دي التدفقات النقدية المتوقع إنها تجيلي للمنشأة تدفقات داخلة، أما التكاليف دي الفلوس اللي إحنا بندفعها التدفق الخارج. فإحنا لما نيجي نحسب حاجة اسمها مجمل الربح هنطرح الرقمين اللي هو قيمة الإيراد اللي حضرتك لسه حاسبه الإيرادات المتوقعة ناقص التكاليف التقديرية اللي هي معطاة في بيانات المسألة. يعني مجمل الربح أو هامش الربح اللي هتقدر تحققه المنشأة ده أو متوقع إن الشركة دي تحققه هيساوي 540 ألف جنيه اللي هو الإيرادات المتوقعة اللي لسه حاسبينها في الخطوة اللي فاتت، ناقص التكاليف التقديرية اللي هي 400 ألف جنيه، وده رقم معطى في بيانات المسألة. لما أطرح الإيراد ناقص التكلفة يطلع الفرق ما بينهم 140 ألف جنيه يطلق عليه أو يسمى مجمل الربح. طب مجمل الربح اللي احنا حققناه ده أو المتوقع تحقيقه ده اللي هو ب 140 ألف جنيه، مجمل الربح المتوقع تحقيقه ب 140 ألف جنيه، جات الأرباح دي من عدد عملاء كام؟ من العملاء اللي عددهم 900 عميل إجمالي. ال 900 عميل اللي فكرت بس حسبناهم ازاي اللي هو ال 750 عميل اللي محتفظ بيهم زائد ال 150 عميل الجدد كان عددهم الاجمالي 900، يعني ال 900 عميل
هيحققوا أرباح تقديرية للمنشأة تعادل 140,000 جنيه. عشان كده العميل الواحد بيضيف لي أرباح قد إيه، بيحقق لي أرباح قد إيه، اللي إحنا عاوزين بقى نسميها قيمة العميل عن الفترة. لو قسمنا مجمل الربح اللي إحنا لسه حاسبينه في الخطوة اللي فاتت مباشرة اللي هو كان 140,000 جنيه، وقسمناه على إجمالي عدد العملاء اللي هو 900 عميل، فيطلع الناتج 155.5 جنيه من كل عميل. يبقى العميل الواحد بيحقق لي قيمة، بيحقق لي أرباح إجمالية، كل عميل بيحقق لي أرباح تعادل 155.5 جنيه من كل عميل. يعني معناها إن الشركة كل ما هي بتحافظ، عندها القدرة إنها تحافظ على العملاء الحاليين بتوعها وتقدر تجذب عدد من العملاء الجدد، كل ما هتزيد الأرباح بتاعتها كل مرة كل عميل بيتضاف عندها، كل شوية ما هي بتحقق أرباح تعادل 155.5 جنيه من العميل الواحد. يعني ده بيحقق ربح مرتفع. يا ريت الأرباح دي تزيد عن طريق زيادة عدد العملاء. يبقى أنا عاوز أسعى لزيادة رضا العملاء، لكسب العملاء، لزيادة عددهم، عشان كل ما يزيد عدد العملاء كل ما هتزيد قيمة الأرباح وكل ما تزيد قيمة العميل. يبقى احنا قدرنا نحسب من الخطوة دهيت حاجة اسمها قيمة العميل، ايه الأرباح اللي بتتحققها الشركة من العميل الواحد، وده أحد أساليب الفرعية اللي بتستخدمها والتحليلات الفرعية اللي بيستخدمها منهج يطلق عليه منهج إدارة. طب احنا اتفقنا في مناهج تانية أو تحليلات فرعية أخرى بتستخدم داخل منهج إدارة القيمة، زي أسلوب يطلق عليه أسلوب القيمة المضافة الاقتصادية، وفي أساليب تانية احنا هنركز بس على قيمة العميل اللي احنا لسه شارحينها، وأسلوب تاني يطلق عليه القيمة المضافة الاقتصادية. طب أسلوب القيمة المضافة الاقتصادية ده ايه هو التعريف بتاعه وبنحسبه ازاي؟ بيعتمد تحليل القيمة المضافة الاقتصادية على فكرة الربح الاقتصادي، بمعنى ان هو بيدرس هل المنشأة دي بتكون مربحة، بتحقق أرباح من الناحية الاقتصادية ولا لأ. يعني عاوزين نشرحها بصورة أخرى، هل المنشأة عندها قدرة إنها تحقق إيرادات بنسبة أكبر من العائد اللي بيطلبه المستثمر؟ إحنا نبقى عارفين طبعا إن المنشأة لما بيكون فيها مستثمرين، المستثمر ده بيرغب في نسبة ربح معينة. لما بيجي يحط فلوس في شركة، المستثمر يحط فلوسه واستثماراته في شركة معينة، فهو بيبقى عاوز عائد معين يحققه من الفلوس دهيت. يعني عاوز نسبة 20%، 30%، أيا كان النسبة إيه، هو عاوز يحقق نسبة معينة من المبلغ اللي هو بيستثمره. يعني لو أحد المستثمرين بيستثمر مبلغ 1000 جنيه، عاوز يحقق نسبة ولتكن مثلا 20%، يبقى هو عاوز يحقق أرباح تعادل اللي هو 1000 في 20%، يبقى هو عاوز يحقق أرباح كل سنة تعادل 200 جنيه من 1000 جنيه اللي هو حطها كاستثمارات. لما ضربنا الرقمين في بعض، 1000 في 20% على سبيل المثال. طيب هل المنشأة بقى عندها القدرة إن ال 200 جنيه ده هي اللي هو المستثمر عاوزها كأرباح، هل المنشأة عندها القدرة إن هي تحقق أرباح أكتر من ال 200 جنيه، ولا هيطلع الأرباح بتاعتها أقل من ال 200 جنيه؟ طبعا في حالة إن المنشأة قدرت تحقق إيرادات أعلى وأرباح أعلى من ال 200 جنيه اللي هو العائد اللي طالبه المستثمر، يبقى ساعتها هيكون في إضافة للقيمة. عشان كده بنسمي الأسلوب ده القيمة المضافة الاقتصادية. طب هنحسب القيمة المضافة الاقتصادية ازاي؟ عندنا معادلة لحساب القيمة المضافة الاقتصادية، هي عبارة عن صافي الربح بعد حساب الضرائب، يعني الضريبة بتستقطع من صافي الأرباح لأن الضرائب بتقلل الأرباح طبعا، هطرح منها معدل اللي عاوزه العائد اللي عاوزه المستثمر على الاستثمارات بتاعته. طب العائد المطلوب من المستثمر ده هيتحسب ازاي؟ هضرب رقمين في بعض، معدل تكلفة رأس المال في قيمة الاستثمارات اللي يرغب المستثمر في ضخها في الشركة دهيت، يبقى هضرب رقمين، نسبة مئوية اللي هي معدل تكلفة رأس المال أو معدل العائد اللي عاوزه المستثمر، هنضربه في قيمة الاستثمارات عشان نقدر نحسب حاجة اسمها العائد المطلوب
اللي عاوزه المستثمر. لما اطرح المعدل القيمه دهيت بتاع العائد المطلوب من المستثمر، لما اطرحه من صافي الربح بعد الضريبه، نستنتج قيمه القيمه المضافه الاقتصاديه، واللي ساعتها نشوف هل القيمه دهيت قيمه موجبه ولا قيمه سالبه، وهل بتحقق اضافه للقيمه ولا لا. لذلك تسعى اداره المنشاه الى تعظيم القيمه المضافه الاقتصاديه من خلال نمرة واحد إنها تزود صافي الأرباح بتاعتها، وصافي الأرباح ده هتتحقق عن طريق إنها تخفض التكاليف. نمرة اتنين إنها تستخدم الاستثمارات المتاحة للمنشأة بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية، يعني معناها إنها تعمل استخدام أمثل للموارد عشان تحقق لها عائد مرتفع. يعني المنشأة عندها مجموعة من الاستثمارات، مجموعة من الأموال، يجب أن تستثمرها الاستثمار المناسب اللي يساعدها إنه يحقق أرباح عالية، وبالتالي بتحاول تخفض التكلفة اللي موجودة عندها، بتستخدمها استخدام الأموال ده هي بتستخدمها بقدر عالي من الكفاءة والفاعلية. طبعا لو قدرنا نخفض تكلفة رأس المال المستثمر عن طريق هيكل التمويل أو القروض الرأسمالية، فإحنا أكيد هنسعى إلى تعظيم القيمة المضافة الاقتصادية. طب لو حبينا ناخد مثال عملي على كيفية تطبيق حسابنا للقيمة المضافة الاقتصادية، ناخد مسألة رقم 4. توفرت بيانات آتية في إحدى المنشآت. نمرة واحد، إيراد المبيعات كان ب150,000 جنيه، تكلفة المبيعات كانت ب80,000 جنيه اللي هي التكاليف المتغيرة للبيع، التكاليف الثابتة كانت ب30,000 جنيه، نسبة الضريبة اللي بتتحسب بعد ما تحسب صافي الأرباح كانت 20%، طبعا الضرايب دي فلوس بتدفع. البيان نمرة 5، صافي قيمة الاستثمارات الرأسمالية، يعني الاستثمارات اللي بيضخها المستثمر في الشركة ده هي ب160,000 جنيه، معدل تكلفة رأس المال 15%، يعني المستثمر عاوز عائد، بيطلب انه يحقق عائد سنوي يعادل 15% من ال160,000 جنيه اللي هو دافعها كاستثمارات رأس مالية. يبقى احنا عاوزين نحسب المطلوب في المسألة ان انا احسب القيمة المضافة الاقتصادية، وعشان احسب القيمة المضافة الاقتصادية قلنا هنعمل مقارنة بين رقمين. صافي الربح اللي انا بحسبه في المنشأة دهيت بعد ما استقطع الضريبة، واحسب رقم تاني اللي هو يعادل العائد المطلوب من قبل المستثمر. والعائد المطلوب ده يبقى عبارة عن ايه؟ الاستثمارات اللي بيضخها المستثمر في الشركة ب160,000، هو عاوز منها عائد سنوي يعادل 15%. لما نحسب القيمتين دول مع بعض ونطرحهم، نستنتج حاجة اسمها القيمة المضافة الاقتصادية. نشوف مع بعض طريقة الحل. الخطوة الأولى عشان أوصل لصافي الربح اللي بتحققه المنشأة بعد حساب الضريبة، هنعمل قايمة دخل مبسطة وفقا للبيانات اللي معطاة في المسألة، عشان أحسب الأول الجزء الأولاني في المعادلة اللي هو صافي الربح بعد استقطاع الضريبة، وبعد كده نشوف طريقة حساب المعادلة بتاعة القيمة المضافة. يبقى أول خطوة في الحل هو طريقة حسابي لصافي الأرباح بعد استقطاع الضرائب. هنحسبها من خلال جدول مبسط لقائمة الدخل من بيانات المسألة. بص نشوف كده مع بعض. أول بيان عندي هو إيراد المبيعات، ده الإيراد اللي بتحققه الشركة، ده معطى في بيانات المسألة ب150,000 جنيه. لو طرحنا منه الإيراد يطرح منه التكلفة اللي هي ب80,000 جنيه، برضه معطاة في المسألة. مجمل الربح اللي أنا هحققه 70,000 جنيه، 150,000 ناقص 80,000. طب مجمل الربح ده فيه تكاليف تانية احنا بندفعها، يجب ان تخفض الارباح بتاعتنا. مجمل الربح اطرح منه التكاليف الثابتة اللي هي 30,000، فهصل لصافي الربح قبل حساب الضريبة بقيمة 40,000 جنيه. يبقى الرقم 40,000 جنيه ده وصلنا له ازاي؟ وصلنا له عن طريق الايراد 150,000 ناقص التكاليف المبيعات ب80,000، يطلع الناتج 70,000 جنيه. أطرح التكاليف الثابتة 30,000 جنيه، يطلع صافي الربح قبل حساب الضرائب ب40,000 جنيه. الإيراد وتكلفة المبيعات والتكاليف الثابتة، الثلاث أرقام معطاة في بيانات المسألة. طب لما نصل إن صافي الربح قبل استقطاع الضريبة وصل ل40,000 جنيه، لو رجعنا لبيانات المسألة هنلاقي إن نسبة حساب الضرائب تعادل 20%، ده رقم معطى في بيانات المسألة. طيب
عشان احسب صافي الربح بعد الضريبة اللي هو الرقم النهائي اللي انا هوصل له. هحسبه ازاي؟ هضرب صافي الربح اللي احنا وصلنا له 40,000 في متمم نسبة الضريبة. متمم نسبة الضريبة، النسبة في المسألة كانت معطاة 20%، المتمم بتاعها يعني 1 ناقص 20%، اللي هي 100% ناقص 20% تطلع 80%. لو ضربنا 80% في 40,000 اللي هو صافي الأرباح، يطلع إن صافي الربح بعد حساب الضريبة 32,000 جنيه. في طريقة أخرى ممكن أوصل بيها لصافي الربح بعد الضريبة اللي هو 32,000 جنيه، إن أنا بمجرد وصولي لصافي الربح اللي هو 40,000 أطرح منه قيمة الضريبة. بس عشان أحسب قيمة الضريبة، قيمة الضريبة هتتحسب إزاي يا شباب؟ قيمة الضريبة بتتحسب النسبة المعطاة في المسألة كانت 20%، هضربها في 40,000، 20% في 40,000 يطلع إن الضريبة ب 8,000 جنيه. ال 8,000 جنيه ده هي الضرايب ستدفع، يعني تكلفة هتدفعها الشركة تطرحها من ال 40,000 نوصل لصافي الربح بعد الضريبة 32,000. خلينا في الطريقة الأسهل، إن أنا أحسب صافي الربح بعد الضريبة عن طريق إن أنا أول ما أوصل لصافي الأرباح بقيمة 40,000 جنيه اللي إحنا وصلنا لها في المسألة، أضربها في متمم نسبة الضريبة. متمم نسبة الضريبة يعني آخد نسبة الضريبة المعطاة في المسألة اللي هي كانت 20% ونستخدمها كمتمم، يعني المتمم بتاعها اللي بيكمل 100% اللي هو النسبة المتممة ليها اللي هي 80%. لما نضرب ال 80% في ال 40,000 يطلع صافي الربح بعد حساب الضريبة ب 32,000 جنيه. ودي الخطوة الأولى في الحل. عشان أحسب القيمة المضافة الاقتصادية يجب في الأول إنك تحسب صافي الأرباح بعد حسابي للضرايب. الخطوة الثانية، إن أنا عشان أحسب القيمة المضافة الاقتصادية، نتذكر كده القانون بتاع القيمة المضافة الاقتصادية كان عبارة عن صافي الربح بعد الضريبة، إحنا لسه حاسبينه في الجدول اللي فات اللي هو كان ب 32,000، هطرح منه رقمين هضربهم في بعض. الرقمين لما اضربهم في بعض دول بيسميهم العائد اللي بيطلبه المستثمر. الرقمين دول اللي هم هيضربوا في بعض معدل تكلفة رأس المال في قيمة الاستثمار. لما اضرب الرقمين دول في بعض يطلع حاجة اسمها العائد اللي بيطلبه المستثمر. طب هل الرقمين دول معطيين في المسألة؟ لو رجعنا لبيان المسألة هنلاقي في البيانات معدل تكلفة رأس المال، معدل العائد اللي عاوزه المستثمر كان 15%، وقيمة الاستثمارات اللي بيضخها المستثمر كانت 160,000 جنيه. الاستثمارات الرأسمالية معطاة في المسألة، يعني معناها إن صافي الربح بعد حساب الضريبة ده لسه حاسبينه حالا من الجدول اللي فات كان ب 32,000، هطرح منه حاصل ضرب رقمين، ال 15% معدل تكلفة رأس المال في ال 160,000 قيمة الاستثمارات اللي موجودة في بيانات المسألة. 15,000 في ال 160,000 يعني ب 24,000 جنيه. يعني معناه ان الشركة بتحقق ارباح بعد استقطاع الضرائب وصلت ل 32,000 جنيه، وان المستثمر عاوز عائد على الاستثمارات بتاعته سنويا بمبلغ 24,000 جنيه. حسبنا ال 24,000 جنيه دي منين؟ لما ضربنا ال 160,000 جنيه قيمة الاستثمارات معطاة في بيانات المسألة، ضربناها في معدل تكلفة رأس المال، معدل العائد اللي عاوزه المستثمر اللي هو كان ب 15%، وبرضه رقم معطى في بيانات المسألة. لما ضربنا الرقمين دول في بعض طلع إن العائد اللي عاوزه المستثمر 24,000 جنيه. طب الشركة دلوقتي بتحقق أرباح قد إيه؟ بتحقق أرباح بعد استقطاع الضرايب وصلت ل 32,000 جنيه. يبقى هنلاحظ إن القيمة بتاعت صافي الربح أعلى من العائد اللي عاوزه المستثمر ب 8,000 جنيه، يبقى فيه قيمة مضافة اقتصادية للشركة، قيمة مضافة اقتصادية موجبة تعادل 8,000 جنيه اللي هي ال 32,000 ناقص ال 24,000. طب النتيجة الموجبة للقيمة المضافة الاقتصادية دي تدل على إيه؟ تدل على إن المنشأة حققت زيادة في ثروة المساهمين، ثروة الملاك خلال الفترة دهيت نشأت منين؟ إنها هتدفع العائد اللي عاوزه المستثمر وهيفيض عندها فلوس إضافية، أرباح إضافية، يبقى الثروة بتاعة المساهمين زادت خلال الفترة دهيت عن اللي هو عاوزه المستثمر. يبقى الشركة
قدرت تحقق أرباح بعد الضرائب 32 ألف، والقيمة اللي كان عاوزها المستثمر عائد ليه سنويا ب24 ألف جنيه، يبقى قدرت تعظم من قيمة ثروة الملاك، قدرت تضيف للقيمة المضافة الاقتصادية بقيمة 8 آلاف جنيه، تعظيم لقيمة ثروة الملاك أو ثروة المساهمين. يبقى القيمة المضافة الاقتصادية لما بتطلع برقم موجب، يعني معناها إن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح ناحية الإضافة للقيمة، وده أحد الأساليب اللي احنا اتفقنا عليها لمنهج إدارة القيمة. يبقى منهج إدارة القيمة بيتكلم فيه عن عناصر تحليلية كثيرة، من ضمنها تحليل قيمة العملاء اللي أخدناه في المسألة اللي فاتت، ومن ضمنها تحليل القيمة المضافة الاقتصادية اللي احنا واخدينه في المسألة دهيت، وفي تحليلات أخرى كثيرة نكتفي بيهم بالطريقتين دول بس، قيمة العملاء والقيمة المضافة الاقتصادية. شكرا، بالتوفيق إن شاء الله.